متابعين معكم مشاهدي سبورة تي في بحلقتنا لليوم بفقرة حزالة النهر، رح يكون الحديث أكثر حول مار ستيفانوس من خلال قراءتنا من سفر أعمال الرسل بإصحاحه السادس. رح نعرف أكثر حول هذا الموضوع مع الأب الربان فنؤال حازم النجار من رهبان دير مار فرام السرياني بمعرض صيدنايا. بارخ مور أبونا بشينو بشلومو. ألون باريخ يا بشينو بشلومو على حازوي مبرخي. تودي تودي أبونا. أبونا مثل ما قلنا رح نحكي عن مار ستيفانوس، ولكن بالبداية إذا تقدر تقرأ لنا النص من سفر أعمال الرسل الإصحاح السادس الآيات من 8 إلى 15. تفضلوا أبونا. يا بشينو، سفر أعمال الرسل الإصحاح السادس يقول: وكان ستيفانوس ممتلئا من النعمة والقدرة، فأخذ يصنع العجائب والآيات العظيمة بين الشعب، فقام بعض أعضاء المجمع المعروف بمجمع العبيد المحررين ويهود من قيرينا والإسكندرية وسواهم من كيليكيا وآسيا، وأخذوا يجادلون ستيفانوس، ولكن الروح أعطى ستيفانوس من الحكمة ما جعلهم عاجزين عن مقاومته، فرشوا بعض الناس ليقولوا: سمعنا هذا الرجل يجدف على موسى وعلى الله. فهيجوا الشعب والشيوخ ومعلمي الشريعة، ثم باغتوه وخطفوه وجاءوا به إلى المجلس، وأحضروا شهود زور يقولون: هذا الرجل لا يكف عن شتم الهيكل المقدس والشريعة، ونحن سمعناه يقول: سيهدم يسوع الناصري هذا المكان ويغير التقاليد التي ورثناها عن موسى. فنظر إليه جميع الحاضرين في المجلس، فرأوا وجهه كأنه وجه ملاك. وبعدين بالإصحاح السابع: فقال رئيس الكهنة لاستيفانوس: أهذا صحيح؟ فأجاب: اسمعوا أيها الإخوة والآباء. آمين آمين. أبونا بالبداية إذا نعطي تعريف عن الكنيسة الأولى، إيش كانت هاي الكنيسة أو شلون كانت هاي الكنيسة، وعن اختيار الخدام أو الشمامسة السبعة؟ بالتأكيد إحنا قبل ما نصل إلى ستيفانوس لازم نعرف كيف وصل الوقت إلى ستيفانوس كمبشر. الكنيسة الأولى من اليهود كانت هي مقسمة إلى جماعتين من العالم اليهودي: اليهود الفلسطينيون اللي هي المدعوون بالعبرانيون، واليهود المدعوون بالهلينيون. هذول اليهود اللي انطبعوا بالثقافة الهلينية اليونانية، وهي من المعتقد أن يكونوا أكثر انفتاحا على العالم. فبالآيات الأولى اللي موجودة بالإصحاح، سبب اختيار التلاميذ السبعة أنه اليهود اللي من الهلينيين عانوا يتذمرون، بقوا يتذمرون على العبرانيين. ليش؟ لأن أراملهم في خدمة توزيع الأرامل والأرزاق اليومية يهملون. إذن خدمة الموائد اللي تكلم عنها الرسل هي كانت إدارة الخيرات المشتركة ومطالبة بالمساواة بهالمجال الإنساني. وطبعا بما أنه هذول اليهود هم هلينيين، فمستواهم الثقافي والتربوي بينه فرق أعلى من اليهود المدعوون بالعبرانيين، فهوني شكل فرق بالطبقات. ولهذا حس الشعب اليهودي من الطبقة الهلينية أنه هو مظلوم شوية من قبل اليهود العبرانيون. وهوني الرسل أخذوا هذا التذمر على محمل الجد، لأنهم هم المسؤولين عن الجماعة. لكن هوني الرسل أرادوا أن يحلوا هذا الخلاف ما بمفردهم، بل بالاتفاق مع الجماعة حتى يحلوها. وهون جاء الحل، هو تقاسم المسؤوليات وتوزيع العمل لخدمة الجماعة حتى تبقى هذه الجماعة متحدة بدون أن تتفرق. وهون طلبوا من هذا الرجال اللي راح يخدمون هذه الخدمة، لهم صفات خاصة، يجب أن يكونوا مملوئين من الروح القدس ومن الحكمة والإيمان. وطبعا لو عدنا إلى العهد القديم بسفر التكوين، راح نرجع صفة يوسف اللي هو كان كمدبر لأرض مصر، وقت ما طلب فرعون أن يطلب رجل حتى يقوم بإدارة مصر، قال: أريد رجلا فهيما حكيما حتى يقيم على أرض مصر. وبعدين بالآية 15 إيش يقول؟ يقول: رجلا فيه روح الله. فهوني نرجع
الاختيار وقع على رجال مملوئين من روح الله، وهون قبلت الجماعه باقتراح ال 12 رسول وبداوا بالاختيار، وهون وقع الاختيار على 7 اشخاص، وجميع هالاشخاص يحملون الاسماء اليونانيه. طبعا هون وقت ما حملوا هذول الاشخاص الاسماء اليونانيه اللي هي من يهود الشتات اللي دخلوا للمسيحيه، نفهم انه روح الانفتاح بدت تختار الجماعه من الذين اهتدوا بالبدايه الى اليهوديه ومن بعد الى المسيحيه. بدوا يختارون هذول الجماعات، وهو انفتاح على الاخر، وايضا اعتراف حقيقي انه هذا الشخص اللي دخل الى المسيحيه وهو من اصول كدخيل او من يهود الشتات هو عضو حقيقي في الكنيسه. وطبعا هذا ما لم يكن موجودا اصلا بالديانه اليهوديه. ليش؟ لانه لا يتم توكيل الغير اليهودي بالقيام باعمال اداريه او دينيه. اذا لهذه الجماعه 7 اشخاص اوكلت مسؤوليه خدمه جديده باسم الكنيسة، وهي مسؤولية إدارة الأمور، وهذه المسؤولية هي مسؤولية روحية حقيقية، وكانت مهمتهم هي الحفاظ على الوفاق الكنسي، الحفاظ على الوفاق الكنسي، وما فقط كانوا لخدمة الموائد أو الأرامل، وإنما أيضا كانوا خداما مقتدرين للكلمة. إذا اختيار هذول 7 أشخاص جاء نتيجة نزاعات حدثت بالكنيسة الناشئة الأولى بسبب عدم وجود المساواة في توزيع المساعدات الإنسانية للجماعة. نعم أبونا، ومثل ما عم نعرف ستيفانوس هو واحد من هدول 7 اللي تم اختيارهم، ولكن إيش اللي كان يميزه عن البقية؟ ستيفانوس مثل ما قلتي هو أحد الشمامسة 7 اللي اختاروهم، اللي هو أيضا يحمل اسم يوناني، واختارونه من أجل خدمة الأرامل الهلينيين، وطبعا اختارونه حتى يحافظ على الوحدة داخل الجماعة المسيحية الواحدة. ليش؟ لأن الهدف من اختياره مثل ما حكيته قبل شوية هو حتى استدراك الخلافات الداخلية والإحاطة بها داخل الكنيسة الأولى والناشئة. لكن مع قراءتنا للنصوص اللي موجودة سنلاحظ أنه التعيين هون اختلف. يعني عندنا استيفانوس، عندنا فيليبوس، ما فقط راح يقوموا بادوار مساعده الارامل او خدمه الموائد، لكن راح يمارسون خدمه التبشير، ما فقط هو تامين الخبز. اذا خدمه الكلمه اللي مارسها تحمل نفس القيمه اللي تحلى بها الرسل بالبدايه. وهون نشوف استيفانوس هو أحد هذه الشخصيات المهمة اللي ركز عليها أعمال الرسل، وبالأخص عمله الرسولي اللي ترك أثر عميق بالكنيسة الأولى، بما أنه هو رجل مملوء من الروح القدس، مملوء من الإيمان، وركز عليه سفر أعمال الرسل لأكثر من مرة أنه يذكر أنه استيفانوس هو كان إنسان مميز مملوء من الروح القدس، و حتى يصنع المعجزات بين الشعب، كان مشهودا له أيضا من الشعب. وهذا لهذا السبب ما استطاع هذول اليهود السيطرة على استيفانوس، لكن دخلوا في جدال مع استيفانوس، والجدال اللي دخلوا مثل ما قرينا بالآيات إنه هم كانوا من يهود الشتات اللي هم كانوا ذوي الثقافة الهلينية، دخلوا في مناقشة مع استيفانوس، لكن هل مناقشة عجزوا أن يوقفوا في وجه استيفانوس ويوقفونه، والسبب هو بفضل الحكمة اللي منحت لاستيفانوس من الروح القدس، وهذا الشيء اللي ميزه عن الآخرين. ويشير أعمال الرسل أيضا إلى حضور الروح القدس في حياة استيفانوس، ونعرف في الإصحاح السادس بالآيات 3 و5 و10 أنه الروح أعطاه الحكمة والإيمان، وهون ظهر الروح بالإيمان والحكمة للذين عاش فيهما استيفانوس بالحكمة والروح القدس. إذا أعطاه قدرة على أن يواجه، وطبعا هون ركز عليها البشير لوقا أنه هو تحقيقا لوعد السيد المسيح. أيش يقول؟
في إنجيل لوقا بالإصحاح 21، يقول لأني سأعطيكم من الكلام والحكمة ما يعجز جميع خصومكم عن رده أو نقضه. إذا هوني بعد ما حكى استيفانوس وما قدروا أن يردوا على خطبة استيفانوس ونقاشاته، إثبات لوعد السيد المسيح اللي حكى بينه، وهوني بدوا يستخدمون أسلوب آخر اللي هو أسلوب النميمة وتلفيق التهم، مثل ما اتهموا السيد المسيح بالتجديف أيضا. وهوني نخشى نفس الحدث اللي وقع بينه السيد المسيح وقع بينه القديس استيفانوس. إذا هو أصبح على مثال السيد المسيح وموازيا له بالأحداث، أصبح استيفانوس هو صورة مصغرة لحياة السيد المسيح التبشيرية ومثال حقيقي لكل تلميذ يتبع السيد المسيح، التلميذ الكامل اللي صار. إذا هو صورة طبق الأصل عن السيد المسيح، وهوني أصبح شهيد المسيحي أو المسيحية الأول. استشهاد استيفانوس اللي ميزه أيضا أشعل نار الاضطهاد ضد المسيحية الأولى، وبالإضافة رجم استيفانوس وموته هو قطع العلاقة بين الكنيسة الأولى والعالم اليهودي في أورشليم، وهذا العالم اليهودي اللي رفض التوبة بالعهد القديم وبعد مع يوحنا، وأيضا رفض خلاصه الآن بعد ما قتل السيد المسيح، وهاليوم يقتل استيفانوس أيضا وهو رافض للتوبة. وكان مقتل استيفانوس هو بذور للإيمان لانتشار المسيحية. بعد قتل استيفانوس نشوف أن المبشرين بدوا ينتشرون في أنحاء العالم ويبشرون باسم المسيح ووصلوا إلى آخر بقاع العالم. نعم أبونا، من بعد ما عرفنا عن الشيء اللي عم بيميز مار استيفانوس، خلينا نحكي أكثر عن خطبة استيفانوس، شلون نفهم هاي الخطبة؟ نعم، خطبة استيفانوس هي خطبة مميزة في سفر أعمال الرسل، وطبعاً تبدي بالإصحاح السابع تقريباً إلى الثامن أيضاً بحدود 60 آية في سفر أعمال الرسل. خطبة استيفانوس هي خطبة متكاملة استذكاراً للتاريخ اليهودي المقدس، اللي وهي تقع بين نصين مهمين. النص الأول اللي يتحدث عن محاكمة واتهامات توجهت إلى استيفانوس، والنص الثاني هي إجراء المحاكمة اللي راح يتضمن استشهاد استيفانوس ورجمه. يعني الخطبة وقعت بين هالنصين، فأصبحت هي نوع من الدفاع عن النفس اللي قام بينه استيفانوس أمام المجلس. لكن بخطبته يوجه كلامه ما فقط إلى المجلس وإنما إلى السامعين بصورة مباشرة، مثل ما قرأتوها بالإصحاح السابع الآية الأولى اخترته، يقول واسمعوا أيها الإخوة والآباء. إذن أصبحت هي للجماعة كلها، ما فقط إلى مجلس اليهود. يعني هي صح دفاع عن نفسه لكن استذكارا للتاريخ اليهودي المقدس. وطبعا استيفانوس بخطبته قسمها إلى أربع مقاطع بالتتالي. المقطع الأول هو يحكي على العهد مع إبراهيم، المقطع الثاني يحكي على يوسف في مصر، المقطع الثالث يحكي على موسى اللي هو قائد ومحرر، والمقطع الرابع اللي هو يحكي على بناء الهيكل. وطبعا التهم اللي توجهت إلى استيفانوس هي كانت بسبب تجديفه على الشريعة، يعني على موسى، وضربه بالهيكل. وهوني المقطعين الثالث والرابع بخطبته اللي دافع بيه عن نفسه، هوني يتكلم ضد الهيكل وضد موسى مثل ما قالوا، وقال بأن يسوع سيدمرهما هالمكانين، يعني الشريعة والمكان. إذن هوني ما كان على استيفانوس إلا أن يدافع عن نفسه في خطبته، ومثل ما نشع أنه هالهجوم اللي تشكل ضد الشريعة وضد الهيكل هو أيضا يشير إلى نفس المتهمين اللي اتهموا السيد المسيح بأنه هو راح ينقض الشريعة وأنه هو راح يهدم الهيكل ويبنينه
في 3 أيام. خطبة استيفانوس هوني بعد ما استذكر التاريخ المقدس جد قاسية على السامعين من اليهود، من المجلس اليهودي، وهي جد أيضا صورة جريئة لإرمياء النبي بالعهد القديم على أورشليم. وقت ما حكى إرمياء أش يقول من يسمع، من يسمع إذا تكلمت وأنذرت؟ أذانكم مغلقة فلا تقدرون أن تصغوا. إذن هوني نفس الجرأة اللي تكلم بها إرمياء تكلم بها استيفانوس، وهو كان يشير إلى عجز أورشليم على الانفتاح على الحقائق الروحية، ما قبلت تفهم السيد المسيح أنه هو المسيح المنتظر. وهوني نفهم أنه اتهم استيفانوس مقاومينه اللي وقفوا ضده ويرجمونه ويقتلونه، أنه هي مقاومون الروح القدس، مثل ما كان آبائهم بالعهد القديم قتلوا الأنبياء والمرسلين وصولا إلى السيد المسيح اللي صلبونه. فهوني جد خلاصة خطبة استيفانوس التذكير التاريخي اللي اتهمونه بالكلام ضد الشريعة، هم ذاتهم ما يحفظون الشريعة، ولهذا نشوف انه اثارت خطبة استيفانوس مشاكل كبيرة للسامعين مالته، ولهذا نخشع أرادوا أن يسكتونه بردة فعل قوي وبشكل نهائي، ولهذا نشع أدرك هوني استيفانوس أنه راح ينال حكم الإعدام مثل باقي الأنبياء اللي تكلموا بالكلمة اللي ما تحتمل، وأخيرا نال الشهادة وأطلق صرخة قوية مسامحا اللي رجمونه مثل ما عمل معلمه السيد المسيح على الصليب. نعم أبونا، ذكرت أنه بخطبة استيفانوس بالقسم أو الجزء الأول منه عم يحكي عن العهد مع إبراهيم، فشلون نشوف وجه إبراهيم بخطبة استيفانوس؟ خطبة استيفانوس مثل ما قلنا أنه هي أطول خطبة موجودة في سفر أعمال الرسل، ومن خلال الآيات الأولى لهذه الخطبة بعد ما قسمها إلى 4 مقاطع متتالية نقدر نرجع إبراهيم بالآيات 10 الأولى. وهوني سبب دخول إبراهيم ببداية أنه هو الفاتحة من أجل امتلاك أرض الموعد، وهو أول من تكلم مع الله وبدت علاقة مع الله. وهوني ركز استيفانوس على شخصية إبراهيم بالقول بالآية الإصحاح السابع الآية أيضا 7 يقول اترك أرضك وعشيرتك. إذن غادي يركز استيفانوس على هذه المرحلة، أنه هدف الله لإبراهيم هو الوصول إلى الهدف الرئيسي اللي هو أرض كنعان. وهوني بيّن استيفانوس أن إبراهيم هو ما بس ملك الأرض، لكن الله وعد لإبراهيم أنه نسله اللي هو راح يملك. إذن هوني دخلنا في باب الوعد، أنه الله تكلم مع إبراهيم وأعطانه وعد، ولازم يستمر هذا الوعد حتى يتحقق. فأصبح هوني إبراهيم هو الفاتحة الأولى من أجل امتلاك أرض كنعان، أرض الموعد. وهوني بكلمات الأخيرة اللي أعطت قرار الله بأنه يرسل إبراهيم إلى أرض أخرى، بعدين ينقله من أرض إلى أرض، وهوني نشأ الحركة اللي هي حركة التيهان يتوب والعبودية والحرية والخروج من الأسر. بالآية 7 يحكي يقول في ذلك الموضع، إذن يعني الموضع المكان اللي هو يقصد بينه إعلان الله عن أرض كنعان اللي هي راح تصير أرض إسرائيل، وهو هذا الهدف الأساسي حتى نشوف إبراهيم في خطبة استيفانوس. يعني الهدف الأصلي اترك أرضك وعشيرتك. إذن تحدد السبب لأجله حتى يتحرر شعب إسرائيل، هو من أجل الأرض. كلام الله لإبراهيم يرسم خطوط عريضة لتاريخ شعب المستقبل المقبل اللي راح يجي قبل أن تتم أحداث هذا الشعب، رسم خطوط عريضة. بالآية 8 يؤكد استيفانوس في خطبته على إبراهيم
بموضوع الختان. يعني هون نشوف انه استيفانوس احتاج من سفر التكوين قصة حياة ابراهيم لأضواء أساسية في حياة ابراهيم، انه علاقته مع الله، بعدين الوعد، بعدين تثبيت الوعد اللي هو صار بواسطة الختان. وهون الختان هو بمثابة ختم الوعد اللي أعطانه الله لإبراهيم، وهون تأكيد على أنه الله هو أمين بوعوده اللي حددها لإبراهيم. ونشوف بهذه الآيات اللي هي 8 أو 10 آيات تكلمت عن إبراهيم، وعرفنا النقاط الأساسية بحياة إبراهيم اللي استخدمها استيفانوس، وأصبحت هي واحدة متكاملة تتحدث عن علاقة الله بإبراهيم والوعد اللي رسمه لإبراهيم وإلى شعب المقدس فيما بعد. نعم، بالجزء الثاني من هاي الخطبة عم يحكي عن يوسف، فشلون حكي مار استيفانوس عن يوسف بخطبته؟ انه نشوف انه استيفانوس بعد ما حكى عن ابراهيم عبر مرحله زمنيه، هاي المرحله الزمنيه عن اسحاق ويعقوب والاسباط ال 12، وهون اراد ياكد انه هاي الفتره الزمنيه هي مهمه جدا، هي لتحقيق وعد الله، وانه الختام مستمر والولادات والاولاد مستمرين في تحقيق وعد الله اللي وعده مع ابراهيم. وهون نشوف ان انجيل لوقا وبخطبته الإنجيل لوقا بخطبة استيفانوس يعرض أن أحداث أراد يوصلها للشعب كأجوبة، فما اختار أحداث الفترات الزمنية متتالية، لكن عبر إلى يوسف هو اللي بعدين راح يعكسه كنموذج للسيد المسيح. وبعدين نشوف بالآية 9 يحكي عن خبر يوسف، وهون ما يحكي حياة يوسف كاملة، نشوف انه حكى بالبدايه عن الاباء الاثني عشر اللي هم ابناء يعقوب، سماهم الاباء، اي تاكيد على انه هذول هي من الاسس، ينابيع القبائل اللي راح تشكل شعب الله، وتكلم عن حسدهم وعن خيانتهم ليوسف، فيتكلم عن بدايه يوسف كعبد، وهون كعبد، وهو كعبد الله كان معه وخلصه من كل المحن وأعطاه النعمة والحكمة أمام فرعون حتى يقيم حاكما على مصر. إذا أراد استيفانوس هوني بخطبته أنه يركز على يوسف أنه هو كان خاسر أمام البشر، أمام الشعب هو كان خسران، لكن الله كان معه، وهذا هو أيضا تلخيص لحياة ومسيرة شعب الله والسيد المسيح اللي عانى بالعبودية، وبعدين راح نشوفه في موسى أيضا، وهوني جعل مقارنة ما بين يوسف ويسوع. فيوسف هو يتمثل بالحكمة، وهوني لوقا استخدم كلمة الحكمة وعكسها على السيد المسيح أنه هو المسيح الوحيد اللي يتحلى بالحكمة، وهو مالك الحكمة، وهو اللي يهبها للبشر مثل ما وهبها للرسل المبشرين. إذا حط يوسف والسيد المسيح كمقارنة من ناحية الحكمة. بعدين حياة الضيق، حياة الضيق اللي عاش يوسف من العبودية والسجن والدعوة إلى الخطية، يعني بقى نظر الله على يوسف أنه يخلصه من كل هالخطايا وما ينسحق بهذه الآلام القاسية. وهوني يربط البشير لوقا بشعب الله المختار المسيحي اللي هو راح يضطهد لأنهم خاصة الله، هي مبنى الله، وهذه المضايق هي أيضا نفسها عاش السيد المسيح بأن أخوته ما غادونه، ما رادوا يسوع وأبغضونه، أي اليهود. وهوني تبدأ التشبيهات انه يقارن بين يوسف ويسوع بالاحداث، ومثل ما حدث ليوسف من ضيقات واضطهادات، اذا هكذا حدث للسيد المسيح من ضيقات واضطهادات وصلب، وايضا للمسيحيين من بعد يسوع في الوقت الحاضر اللي حكاه استيفانوس، اي بوقته هو. وهون يشدد في خطبته على يوسف ان الله معه، وهذا هو تجديد على أن الله هو دائما مع الآباء قبل أن يكون موجود في الهيكل، يعني بعدين وصلوا مرحلة أنه الله فقط موجود في الهيكل، لا،
إنما هو موجود مع الآباء دائماً. بعدين المقارنة إنه الأخيرة إنه يوسف هو كان مخلص لشعبه من الجوع، وهون أيضاً السيد المسيح هو مخلص البشرية من الخطيئة. فيوسف هو سابق للمسيح، نموذج حقيقي للسيد المسيح اللي صار في العهد القديم. وهون ننظر إلى المسيح عبر يوسف، من خلال يوسف اللي هو نموذج راح يتممه المسيح. بعدين نشوف بالأحداث بعد يوسف يعبر إلى علاقة يوسف بيعقوب أبونه، وهذا هو أيضا سبب أساسي للقاء أشكان، هو الجوع. الجوع هو كان سبب أساسي للقاء يعقوب بيوسف، وهون يوسف تغلب على هذه الصعوبة طبعا من أجل عائلته، وهون أمن لهم الخلاص والاستقبال لدى فرعون، فهو مخلص شعبه أيضا من الجوع. وهون يوسف صار طريق حتى يأمن للشعب الحياة والمستقبل، والسيد المسيح هو الطريق إلى الحياة، وهون صار سبب لخلاص شعب كامل وليس لشخص واحد. خلص شعب اللي هو يعقوب وقت ما جاء معانه 70 شخص، والله هنا هو الفاعل الأساسي. ليش؟ لأن يوسف هو أداة في يد الله. هوني يختلف عن السيد المسيح. موت يعقوب ودفنه في أرض شكيم، وهو والآباء، هو تجديد أيضا على امتداد خلاص الله، امتداد خلاص الله، وإعلان كامل أن الآباء ارتاحوا ورقدوا في أرض ما في أرض الغربة، وهذا خلاص الله الكامل حتى يتحقق الوعد. وهوني شفنا وجه يوسف هو سابق ونموذج للسيد المسيح فيما بعد. نعم، الشخصية الأخيرة اللي ذكرها مار ستيفانوس بخطبته هي شخصية موسى، فشلون كان الحديث ضمن الخطبة عن موسى؟ نصل إلى خبر موسى اللي هو يستفيد منه استيفانوس حتى يقول كلمته للشعب، الشعب اليهودي اللي قتل السيد المسيح، واستخدم موسى هوني راح يستعد أيضا هو هذا الشعب لقتل الذين يسيرون على مبدأ السيد المسيح. إذا رجعنا للعهد القديم راح نشوف أنه الشعب عاش 400 سنة عبودية، إذا هو بحاجة إلى الخلاص من هذا الضيق ومن العبودية. إذا إحنا أمام استمرارية حتى ننتظر تحقيق الوعد، وهذا ما جاء في الآية 17 أنه اقتراب تحقيق وعد الله، يذكر استيفانوس آية مهمة جدا، اقتراب تحقيق وعد الله. إذا نتكلم بالآيات الأولى عن حياة موسى، وهون أيضا هم راح يستخدم حياة موسى بالكامل، وإنما النقاط الأساسية والمهمة أيضا اللي تعكس صورة المسيح بموسى اللي هو المخلص والمحرر فيما بعد. إذا حياة موسى وقدم لنا موسى على أنه إنسان مثالي والله راضي عنه، وهون موسى أيضا عانى في طفولته وتم تبنينه من قبل الفراعنة يعني زوجة فرعون، وكان غريب، عاش غريب، وبعدين اضطهد من قبل خاصته أيضا من قبل أهله وناسه. لكن أيضا يأكد استيفانوس على موسى أن الله دائما كان معه، وبعدها نشوف كيف أنه موسى هو مقتدر بالقول والفعل، وهون يرسم نموذج حقيقي للسيد المسيح أنه هو مقتدر بالقول والفعل وهو مخلص. بعدين يشرح شخصية موسى استيفانوس. استيفانوس يشرح شخصية موسى مع شعبه. موسى بالبداية حكينا أنه هو إنسان مثالي، هون عكس أنه هو عادل، يحاول موسى أن يرد الظلم عن شعبه عن أخوته. موسى اهتم بأبناء قومه، وهوني من بعد ما اهتم بأبناء قومه ما تبرى منهم، وتحول موسى
بسبب اهتمامه لأبناء شعبه إلى هارب في أرض مديان، وهذا الهروب صار علامة إلهية موجهة إلى موسى من أجل خلاص شعبه. بعدين يتحول إلى موسى المخلص بعد ظهور الله بالعليقة المشتعلة، وهون عرف موسى أنه هو مخلص إسرائيل حتى يخلص أخوته، لكن بقى أخوته ما يفهمون أنه هو المخلص لهم. وهون نفهم أنه موسى هروبه هو ما كان خوف من فرعون بقدر ما كان هو هرب أنه من أهله وناسه لأنهم ما فهموا أنه هو المخلص. وهون نشوف استيفانوس يشدد على أن الشعب اليهودي أيضا ما فهموا على يسوع أيضا. وتنتهي خطبة استيفانوس عن موسى، وبعدين يلقي الخطيب نظرة سريعة على تاريخ الشعب حتى يصل إلى هدفه. استيفانوس يعيد لمحات تاريخية سريعة، وهون يشوف استيفانوس أن عظمة موسى وما عمله في البرية هو صورة للسيد المسيح اللي راح يعمله مع شعبه. وبعدين ترجم استيفانوس رفض الشعب لموسى اللي صار انه ما قبلونه كمخلص وقت ما قالوا له من اقامك علينا رئيسا وقاضيا، وهذا ترجمه استعداد لرفضهم للسيد المسيح. وهو يتحدث استيفانوس عن موسى ويتطلع إلى المسيح، ينظر إلى المسيح هوني وإلى أيضا المسيحيين اللي بعد السيد المسيح. فرغم العجائب والآيات اللي عملها موسى والسيد المسيح، الشعب اليهودي رذلهم ومثل رذل المسيح ورذل المسيحيين مثل ما رذلوا موسى والأنبياء كلهم. نعم أبونا، من بعد ما حكينا عن ستيفانوس واختياره ليكون من بين الشمامسة السبعة وعن الشيء اللي ميزه وخطبته، بكلمة أخيرة نختم فيها حديثنا لليوم. بكلمة أخيرة، إحنا نفهم من هالخطبة العظيمة اللي أطلقها ستيفانوس أنه هو انتقد اليهود على مدى أجيالهم، وهذول اليهود اللي انتقدهم هي ما رادوا أن يسمعوا أو يفهموا كلمة الله ولا أن يتوبوا ولا أرادوا الخلاص أيضا. وهوني بدأ موضوع معارضة اليهود لله. من يوسف، مو وقت يوسف ومو وقت موسى، رفضوا كلام الأنبياء، رفضوا، وبالتالي وصلوا إلى أن يرفضون الروح القدس. والفرق الكبير اللي لازم نفهمه من كل هالموضوع هذا أنه المعاصرين اللي رفضوا استيفانوس هم بالأصل أصبحوا رافضين للي اتنبأ عنه الأنبياء وقتلونه اللي هو السيد المسيح. يعني هوني المعاصرين أصبحوا مختلفين عن اللي رفضوا كلمة الله في العهد القديم، هوني رفضوا ابن الآب بصورة مباشرة. إذا كلمة الله بعد ما رفضوها هي وقتلوا السيد المسيح وصارت بذرة الإيمان، ما زالت تنتشر كلمة الله. وهوني مهما راح يقتلون ويوقفون اللي يبشرون بكلمة الله، هي راح تبقى مستمرة وراح تصل إلى الوثنيين، وهوني ما راح يقدرون يوقفون هذه الكلمة اللي راح تصل إلى أقاصي الأرض بالكنيسة الناشئة الأولى. لهذا السبب لازم يوقفون حامل هذه الكلمة حتى لو كان بالموت. ولهذا سكت استيفانوس بالحجارة، رجمونه مثل ما صلبوا معلمه اللي جاء يحمل الحياة لهذا الشعب، رجمونه لاستيفانوس بدون محاكمة. طبعا هي كانت محاكمة غير رسمية، لكن بنفس الوقت موت استيفانوس اللي أصبح بذارا للإيمان، نشوف أنه قرب استيفانوس كان شاول. بعد ما رجم استيفانوس، هوني شاول أيضا كان بانتظار أن يحل
محل استيفانوس بحمل كلمة الله إلى اليهود وبعدين إلى الوثنيين. وأخيرا يبقى استيفانوس هو مثال عظيم لكل الأجيال المسيحية، وهو نموذج حقيقي لتلميذ السيد المسيح اللي آمن بالسيد المسيح واقتدى بينه إلى موته حتى ينضم مع السيد المسيح بمجده كابن لابن الإنسان اللي كان واقف عن يمين الله. أمين. تودي ساقي أبونا لتوضيح هذا الحديث حول مار ستيفانوس وحول خطبته، تودي ساقي للمشاركة معنا دائما بالمعلومات الروحية. على عيني يا بشينو بشلوم، الله يديمكم إن شاء الله، وأنتم أيضا عم تنشرون الكلمة. تودي ساقي أبونا.